الواد ظبط قال عمه الله ينعل على ابو تعمومه. انت هتقل قلبك ليه؟ ما تخليش اغلط فيك يا سعاده الباشا. انا ما اقصدش انا يعني هو انا عشان خاطر عمه اشيل بلاويه. طب ايه راي سعادتك انا ما عرفتش انه ابن اخويا الا من شهرين بس. الله يرحمك يا بابا تركتني العم يقطع في لحم قربا قربا ويرمي للكلاب. هتضمنه ولا لا؟ مش كفايه كنت هتولعه الجيزه؟ يا باشا انا ماليش دعوه، انا كنت قاعد في بيتي مستني دليفري جايني. يا سعاده الباشا هو الغلطان، ما ربانيش يا سعاده الباشا على الاخلاق الحميده. ده كان بيجيب لي افلام شيكس عشان شيكس؟ شيكس يعني نسوان متحركه وصور عريانه يا سعاده الباشا. خلاني لما كبرت بقيت استجيب لرغباتي الدنيئه. ما يخرب بيتك يا باشا. بص لي انا مش راجل كبير قدامك اهو، انما عبيط واهبل. الواد ده بقى كان بيجيب لي افلام الشيكش دي ويقول لي اتفرج يا عم دي افلام مصارعه، وانا بسلام اتنين اتفرج. ما عمرك حاحه لما كنت تقول لي مد عينك بالنسوان يا عم عشان تعرف ان انت متجوز غفير، فاكر؟ عسكري عسكري يا عسكري. هو اللي اتمنى راح الحجز. حجز مأمورة ايه؟ تهمة ايه يا سعادة الباشا؟ لا دماغي. ايه؟ ايه يا نهار اسود دي مصيبة تانية. ليه؟ تهمة قلب دماغ ظابط. يا خبر اسود دي فيها اعدام اقل ما فيها. خلاص يا باشا حقك عليا. انا هضمنه وامر الله. هضمنه يا باشا و ايه يا حاحة ده؟ انا لابس اتقطع صراحة بقى ما تنزل بقى. وكفاية عامل بنزين اللي حرقناه في السكة. بقى انزل بقى يا محاحه بقى انزل بقى. كلام صحيني من الفجر وصاحبني زي ما بكون ساحب معزه. بقول لك ايه، انا مش قد خالتك في السكه اللي فوق دي، اطلع لها انت لوحدك. في نقطتين عايز اكلمك فيهم. اول نقطه، المكنه المعفنه دي ما سحبتش بنزين، انت جايبني زق. تاني نقطه، البت تفاحه راحت سيحت لي عند خالتي عشان تبوظ الجوازه وقالت ان انا عايز الها في الشقه منها. حلو. وبعدين انا جايبك ايه؟ جايبك باجرتك، هتضرب اكل الجمبري وتضرب واحد ملك شيك. خناقات تانية حاحة يا حمار. ملك شيك ده عصير تفاح على فراولة. الله ينعل ابو دي صعوبية بقى عندك كده يا لهوي. دمات مواعيد وتقول لي ملك شيك؟ بقول لك انا هروح بقى يا حاحة يا حاحة. بدل البدالة اللي احنا فيها دي اتجوز لك موزة من موزة الافراح احسن لك. يا دي الموزز بتوع الافراح دول نعرفهم نمشي معاهم، انما نتجوزهم لا. سامية دي حاجة تانية خالص، دي ما مشيتش مع راجل غيري. بس أنا شفتها ماشية مع أبوها. يا ولا سامية دي حاجة تانية، دي بختم رباها فابريكا. طب تحب أجيب لك واحدة استعمال طبيب؟ يا أخي بقى يا أخي. زق زق خلينا نغير هدوم يلا. زق بيب بيب. كويس طلعت الكلاكسي يا حاحة. سامية سامية افتحها سامية بدل ما سيحلك في المنطقة. تفاحة عايزة توقع بينا عشان تاخد الشقة. افتحها يا سامية قبل ما قطع شراييني. والموس اهو. يا ريت عشان دمك السافل يتصفى، ساعتها بس ممكن اسامحك. اشهدوا يا ناس، انا بنتحر عشان خاطر حبيبتي اهو. قلبي اوعية الدوامية. يا لهوي. اربطي لي ايدي اوام قبل ما النزيف يوصل للقلب. يعني ايه؟ يعني قبل ما النزيف يبقى داخلي. معلش يا حبيبي معلش قوم قوم يا حبيبي. انا مستاهلش انك تموت كافر علشان صلصه صلصه. يا سافل انا قلت عشان لو حبيتوا تعملوا مكرونه النهارده. مكرونه؟ شفتي شفت انا بعمل كل ده عشانك وحياه النعمه، وعارف ان انا مش هون عليكي. انا جايب لك صلصه من غاليه، كان ممكن اجيب لك كشطه من رخيص. هو ده اللي انت عايزه تتجوزيه؟ اكل بعقلك حلاوه، ويا ريتها حلاوه بقشطه لا حلاوه بصلصه. والنبي خالتي سيبينا في حالنا، واحد وخطيبته بيستفلوا مع بعض مالكيش دعوه انت. وبعدين اما هتجوزها هجيب لها حلاوه بالفستق واللوزدق وعين الجمل واللوز. تعالى احب فيكي شويه بقى، وحشتيني بجد. وحشتك يا خاين. يا بنت اسلوبي طولك شويه ما تطمعيهوش فيكي. حد يشوف عيون البكر دي وما يطمعش. احترم نفسك يالا. بقول لك ايه، انا شفت حاوي معدي تحت البيت، تعالى افرجك عليه من البلكونه. حرام انا جوز خالتي. عجبك اللي بتعمله بنتك؟ دي هترخص ده كده يا راجل. ربنا يكرمك بالزهايمر او ينقص في عمرك في اشاره مرور أو حتى يجيلك انفلونزا الطيور. امين يا رب. برضه مش هنسى عمليتك السودا كده بقى. هتخليني اشرح لك وادخل في تفاصيل تجرح محاسيسك. لا يا حبيبي اجرح محاسيسي، انا بقى عايزه اعرف عشان اسامحك.
أمري إلى الله. أنا هشرح لك عشان زي ما بيقولوا لا أحياء في العلم. الجهاز المنجب عند الراجل ده عبارة عن إيه؟ شوية مسالك وأوردة. عدم المؤاخذة زي المواسير. المواسير دي لو اتسدت هتبقى مشكلة سودة. عشان كده لازم لها تسليك وتنظيف. لو ما سلكناش وما نضفناش، واخدة بالك، هنصاب بأمراض خطيرة جدا. بس أنا برضه عمري ما سمعت عن الكلام ده. عشان كده لازم يدرسوا الثقافة الإنجابية دي في المدارس. مش معقول البنت تبقى عاملة زي الجاموس على عشر كده وما تعرفش أي حاجة عن جسم الراجل. أنتوا مش خدتوا الكلام ده في المدرسة؟ لا، أصلي كانت بتغيبني في الحصص دي. خير ما عملت. أمال أنا حبيتك ليه؟ بص، أنا جايب لك معايا مجلة طبيبك الخاص، فيها دكتور كاتب كلام بيأكد الكلام اللي أنا بقوله لك ده بالرسم والصورة. حبيبتي، انت سخسختي بمدرج انك شفتي رسم. والله ما عاد في منك. امال انا حبيتك ليه؟ ساميه، ساميه، ايه اللي انت وريته لي ده؟ بص، انا مصدقك، انا مصدقك، بس اوعى توريني الحاجات دي تاني. ما تنساش ان انا من اسره محافظه. ايوه، ما انا عارف انك من اسره محافظه. ابوكي من اسره محافظه وامك من سجن المحافظه. قصدي محافظه يعني. طب يلا بقى يا ها، شد حيلك عشان نتجوز. مش الست برضه عندها مواسير؟ معرفش، بس انتوا اكيد لكم نظام صرف يختلف عننا. بس حلوه حكايه المواسير دي. شش، مواسير ايه؟ امك قاعده بقى. اكلك البلوزه يا اختي. ايه حكايه البلوزه والحلاوه في البيت ده؟ انتوا كده هيجي لكم السكر وهيبقى عالي كمان 300 فهرنهايت. طب استنى استنى، ما تمشيش، هجيب لك شويه بوفتيك على نجرسكو. تعالي هنا. البيت الطاهر ده بيدخله خمره من امتى؟ خمره النجرسكو دي مكرونه بالبشاميل بس بالفراخ والهوت صوص. هوت صوص؟ بقول لك ايه، اوعي تنسي انك من منطقة شعبية وابوكي فران. ولا بلا صورة لسان، انت بقالك سنين داخل خارج واكل شارب ضاحك ماسك. ماسك؟ قدامك شهر، يا تجيب شقة وتتجوز يا تفضها سيرة. البنت جاية لها عريس من امريكا. ما تستعجليش يا خالتي، مش جايز يولع بيه مركز تجارة عالمي تاني طيارتين كده يخشوا في وش امه، ولا يضربوا قناص ببندقية، ولا يولع بجاز وسخ حتى. فلا الله ولا فالك، امشي من هنا يا وش الفقر، امشي. نبي نازلين نجرسكو دي بالسبب. امشي وانت يا بيت، امشي الجري جوه، بنا نجرسكو ولا بتاع. خلي ربنا يعينك على ما بلاك يا جوز خالتي. ايه اللي كسره فوق دماغك؟ اللهم ارزقها بسيارة مفخخة أو شحنة ناسفة، تفعل ما تفعل بها ولا نستطيع جمع أشلائها. آمين يا رب. أمه أنت زي الفل. أمه تبقى تعدي تاخد من تحت العلاج تاني يا ترى؟ لو سمحت يا دكتور، علاقتنا تبقى في حدود العمل وبس. هو يا اخويا تكون فاكرني من البنات اياهم. انت ليه فاهمه؟